وكما كتشوفون واحد مجموعه ديال اللوحات ديال واحد مجموعه ديال الشباب مواهب ديال اقليم زاكوره، وحنا صرينا انه يكونوا عندنا لوحات ديال الشباب باش نعرفوا بهم، لانه التعريف بالطاقات والمواهب ديال المنطقه هو شان اساسي لكل المؤسسات الثقافيه في المغرب. عزيز جيلالو، مدير المركز الثقافي لزاكورة. هذه مؤسسة كما كتعرفوا مؤسسة ثقافية تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. الأهداف ديال الإحداث ديال هذه المؤسسة هو تهذيب الذوق الفني ديال جميع الشرائح ديال المجتمع من أطفال يافعين وأيضا شباب وكبار. والوزارة عملت هذه المؤسسة من أجل أيضا التنشيط الثقافي هنا بالإقليم ديال زاكورة، وأيضا المواكبة ديال كل الفاعلين الثقافيين هنا بالإقليم ديال زاكورة. وكما كتعرفوا بأنه هذه المؤسسة هي مؤسسة رائدة، لأنه حصلنا على جائزة ديال التمييز سنة 2015 من طرف القطاع ديال الثقافة، يعني أنه البصمة ديال المركز الثقافي بزاكورة في التنشيط الثقافي بارزة من خلال واحد العمل ثقافي فني تشاركي ما بين مؤسسة ديال المركز الثقافي وأيضا الجمعية الثقافية والفنية هنا بالإقليم ديال زاكورة. وكتعرفوا بأن زاكورة كتشهد واحد الدينامية ثقافية وفنية على مدار السنة الثقافية. هناك مهرجانات وهناك ملتقيات اللي كتنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بالمديرية الجهوية، أيضا المديرية الإقليمية والمراكز الثقافية ديالها هنا في الجنوب الشرقي. يعني زاكورة هي علامة فارقة في الفعل الثقافي الوطني. أيضا هذا المكان فاش كنتواجدوا هو فضاء ديال المعارض اللي كيداروا في واحد مجموعه ديال الانشطه الثقافيه والفنيه المتنوعه، معارض ديال الفنون التشكيليه، ايضا معارض ديال التراث، ممكن ايضا معارض للكتاب. وكما كتشوفوا هنا واحد مجموعه ديال اللوحات ديال واحد مجموعه ديال الشباب مواهب ديال اقليم زاكوره. وحنا صرينا انه يكونوا عندنا لوحات ديال الشباب باش نعرفوا بهم، لانه التعريف بالطاقات والمواهب ديال المنطقه هو شان اساسي لكل المؤسسات الثقافيه في المغرب. والمركز الثقافي ايضا في واحد مجموعه ديال الفضاءات الاخرى، الخزانه والمسرح، وايضا في ورشات ديال الموسيقى ديال المسرح، ايضا الحكايه، يعني انه دائما نشتغل وفق برمجه شهريه متواصله. ورغم الجائحه احنا اشتغلنا في العالم الافتراضي، وهذه ايضا نقطه بارزه في العمل اللي يقوم به المركز الثقافي لزاكورة.
هذا المعرض الفني اللي كتشوفوا هنا هو فيه واحد مجموعه ديال مشاركات ديال مواهب وديال فنانين شباب، سي عمر اوباني، ايضا سي الصادق، ايضا سي الحسناوي، سي بانور، ايضا سي ساقوم، يعني واحد مجموعه ديال الفنانين كلهم ينحدرون من زاكوره تيعبروا من خلال الريشه ديالهم على الغناء الطبيعي والغناء الثقافي والغناء الحضاري والهويتي ديال المنطقه ديال وادي درعا. ايضا دائما هذا الفضاء هذا مفتوح للفنانين اللي بغى يعرضوا الانتاجات ديالهم والابداعات ديالهم، لانه ديما كما تنقولوا بان المركز الثقافي لزاكوره فضاء يتسع للجميع.